دش وكيل حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عمرو العامري تشغيل 10 ميجا إضافية بمحطة بدرة التوليدية بمديرية حورة وادي العين. واطلع وكيل العامري على أعمال تشغيل المولدات ورفع التيار للشبكة، موضحا أن السلطة المحلية تسعى بشكل مستمر وحثيث مع الأخوة بمؤسسة الكهرباء لتعزيز التوليد وفق الخطة المدروسة والمزمنة للوصول إلى استقرار التيار الكهربائي بمديريات الوادي والصحراء. إن شاء الله يلمس المواطنين في هذه المناطق مدى التأثير والتحسن الذي كانت تعاني منه المنطقة في الجحد وفي الفاقد. نتمنى إن شاء الله أن يتواصل هذا التطوير في هذه المحطة، لأنه هناك خطة مرسومة للمحطة. إن شاء الله نتمكن من الإيفاء بهذه الخطة خلال السنوات القريبة إن شاء الله.